اللي بعده. شهر يونيو 2001، ليلتها والطيارة نازلة على أرض المطار، مين كان يصدق إن جوه الطيارة في داخلها صندوق بارد يضم العزيزة الخالية الحبيبة سندريلا الشاشة سعاد حسني. كده سعاد حسني تترك الدنيا بكل الأضواء والشهرة والمجد والنجومية والحب والفن والسينما والتاريخ والمرض والسفر والغربة والعذاب، وتسكن هذا الصندوق البارد، صندوق لم يعد مجرد تابوت وإنما أصبح من اللحظة التي هبط فيها مطار القاهرة صندوق ألغاز، صندوق تساؤلات، صندوق حيرة، صندوق دهشة. أستاذ سمير، قالوا إنه حلقاتك عن سعاد حسني ما كانتش كافية لكشف مين قتلها، ده حقيقي؟ الموضوع كان أكبر من مجرد تحقيق تلفزيوني؟ لا، أنا كنتش كولومبو يعني بكشف مين اللي قتل. كنت بتحاول توصل للحقيقة. لا، أنا كنت دايما بقفل الحلقات بقول أنا أتحقق ولا أحقق. بتحقق. تحققت؟ طبعا. يعني أنا صدمت. أنا يعني سعاد حسني رحلة طويلة. يعني كام سنة، وكنت بحبها جدا كفنانة طبعا، يعني ست عملت أدوار رائعة في السينما، وإنسانة غلبانة جدا في الحياة، محتاجة جايدنس، محتاجة توجيه، محتاجة أب، كانت محتاجة للأب فعلا اللي يوجهها. وجدته في علي بدرخان جوزها لما اتجوزته 11 سنة، ولقيته في صلاح جاهين. طب أنا عايز أعرف يعني إيه الأسرار اللي ما تمش الكشف عنها وإنت بتقول حضرتك إنك تحققت؟ هقولك، يعني أنا خدت الكاميرا ورحت لندن ورحت باريس وتتبعت كل حتة كانت فيها، يمكن حضرتك شفت الحلقات، وعملت لقاء مع الست اللي كانت في الشقة اللي هي صديقتها نادية أظن اسمها. نادية، أنا ناسي اسمها. المهم مش هقولك حاجة غير ان تقرير الطبيب الشرعي البريطاني بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ خبطة في الجمجمة و بروزز اول اوفر ذا بودي، يعني بروزز يعني زرقان، كدمات زرقاء. مفيش كسر. هل يعقل ان واحدة عندها 58 سنة تقع او تسقط أو ترمي روحها وما يتكسرش صباع في إيدها؟ وده كان نفس التقرير بتاع الطبيب الشرعي المصري. بعد المشهد ده احنا رحنا على مستشفى الشرطة، ودخل الطبيب الشرعي، لأن كان بقى دول شعرها محلوق، ده ما عرفش معقول إيه كلام بقى، كلام اللي اتقال كتير جدا يعني. وخرج الطبيب الشرعي المصري يؤكد نفس كلام الطبيب الشرعي البريطاني، ان في خبطه في الدماغ وكدمات في انحاء مفترقه من الجسم ومفيش كسر. هل يعقل؟ استاذ سمير، نعم. انت مقتنع ان سعاد حسني قتلت؟ قتلت؟ ايوه. انا يعني نتيجه اللي انا عملته، ان هي حصل حاجه في الشقه، خناقة ما عفرت فيها، عشان كده الكدمات اللي كانت موجودة، كان في اشتباك، في اشتباك ما، ووقعت اتخبطت راسها اللي هي الخبطة دي في كرسي في ترابيزة حاجة وماتت فوق. لأن الست اللي أنا كنت بكلمها اللي هي صاحبة الشقة دي كانت أحياناً
حبيبتي ماتت هنا قدام عيني هنا. وبعدين اقول لها بعد شويه يعني حضرتك قلتي كذا كذا، تقول نو 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 اي ام كونفيوزد، ومفيش دموع نازله يعني ايه لكن مفيش دموع. ففي غموض في الحكايه، في خناقه حصلت. هل الخناقه دي كان الناس جايين يسرقوا حاجه؟ لان انا لما رحت المصحه اللي كان فيها سعاد حسني ودخلت الغرفه بتاعتها بحجه ان انا جاي اصور الغرفه عشان في حد جاي عايز يشوف الغرفه بتاعت سعاد حسني، ما كانوش يعرفوا في المصحه انها ماتت. انا كنت في لندن بعد 10 ايام من وفاتها، والغرفه ما زالت موجوده بتاعتها ببعض متعلقاتها. فلقيت جواب على الكومودينو في الاوضه، البنك الاهلي المصري بلندن. فرحت واخد الجواب سرقه مش قدام الدكتوره اللي كانت بتعمل الجوله معايا يعني. لما قريت الجواب لقيت تم تحويل لطرفكم 45,000 جنيه استرليني. هي كانت مشاركة في فيلم الراعي والنساء، الفيلم الأخير اللي طب عملت. مين اللي حول لها المبلغ؟ ما هو أكيد كان مشكلة. واضح في ناس كتيرة قوي، عشان هي كانت ست عفيفة النفس. في ناس كتيرة قوي كانوا حد كان بيساعدها يعني، بيحاولوا يساعدوها فإيه إنهم يشتروا نسخة من الفيلم. يعني مساعدة. كانت حالتها المادية صعبة وقتها. فأنا رحت البنك الأهلي المصري في لندن وسألت المدير، قلت له مش بقولك تقول لي سر عميل، هل صرف 45,000 جنيه؟ الست قال لي أي قبل ما تموت بجمعة خدت 45,000 جنيه. الست اللي كانت معاه في الغرفة دي في البيت بتقول لي حبيبتي سابت 4,000 جنيه، أنا رحت اديتهم لنجاة أختها منزل اللي هي بس. نادية دي اللي هي نادية دي اسمها نادية يسري على فكرة. أي صح، 4,000 جنيه وهم 45,000 راحوا فيه ومسحوبين من البنك، مش محطوطين إيداع بالظبط. فأنا بيتهيألي إن كان في طب إيه الحكمة إنه البوليس الإنجليزي ما يوصلش للقاتل الحقيقي؟ ولا سأل. ليه؟ أنا سألت نفس السؤال ده للسفير المصري بتاعنا في ذاك الوقت هناك. قال لك إيه؟ قال لي يعني احنا بالنسبه لنا دي سعاد حسني، لكن بالنسبه للسكوتلاند يارد ده واحده انتحرت، واحده رمت روحها، او هكذا. هي قالت ناديه دي للبوليس لما جه قالت لهم دي صاحبتي وانتحرت ادي بريطانيا حقوق الانسان في بريطانيا، واللي حصل زي اللي حصل مع مريم على حقوق المصريه الإنسان في بريطانيا. نو عموما فقره